العائلة كديري لاباس عليكم؟ صحيحة كل شيء بخير، تتمنى تكون أموركم بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة وفرحانين كاملين يا ربي. لواحد الفيديو ديال اليوم اللي مختلف شوية، فيه غيكون سلبي، أنا متأكدة غيكون فيه شوية سلبية، ولكن ما عندي ما ندير، ديما تنشارك معكم حويجات زوينين، حويجات اللي تكون فيهم استفادة ويكون الإنسان ما نديرش معكم شي حاجة الحزن، هاد واحد محتاج باش يضحك باش يلعب. ولكن اليوم واحد النهار اللي هو خاص، واحد الفيديو اللي هو مختلف كيف ما قلت لكم، أنني شحال من مرة نعطيكم غير الديتاي بشوية 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 بشوية، ولكن عمري ما عطيتكم النهار اللي أنا غنمشي فيه ولا النهار اللي أنا غادا نخلي داري ونمشي لواحد البلاصه واحده اخرى. ولكن اليوم جا هذاك النهار، كنت نعطيكم غير كلمه غنمشي وتنوجد وهذا، ولكن اليوم غنمشي وتتشوفوا عينيا منفوخين، عرفتي شحال بكيت والوالده ديالي واختي واخوتي، ولكن ما عندنا ما نديرو الظروف. وهذا الشيء اللي كتب الله، واحد من تيكون واحد جات واحد الحاجه يقول الحمد لله وشكر لله انها مكتبه ليا، ما عندي ما ندير. بديت لكم هذا الفيديو من نهار هاد الفيديو ديال اليوم، غنفكركم شحال هادي ملي درت معكم اول فيديو في هاد البلاصه هادي وهاد الكوزيده اللي تنشارك معكم شحال من حاجه من هنا حتى البدايه ديالي، وما نبغي نخرج غنشارك معكم البدايه من هنا. واحد البلاصه اللي عزيزه عليا بزاف، واحد المكان اللي انا ترتاح فيه بزاف بزاف بزاف، واحد المكان اللي نقدر نقول لكم انا ترتاح فيه في الدار كامله، قدرت ترتاح نفسيا وتنوجد لوليداتي وراجلي وداكشي، انا شحال من حاجه، وتنجمع هنا ونشارك معكم شي حويجات في الكوزينه اللي صعيب عليا باش نخليها، رغم ان شحال من حاجه مخلياها صعيب عليا باش نخليها، وبحال الوالده ديالي والوالد ديالي وخوتي واختي صعيبه بزاف، والناس اللي عزازين عليا الجيران صحاباتي كلشي كلشي كلشي، يعني صعيبه بزاف باش تخلي كاع داك فين عشتي شحال هادي وتمشي تجي شويه صعيبه. تنتمنى انا نلقى شي حاجه زوينه ونولف، تنتمنى ان الدعوات ديالكم تنتسناهم بزاف، انك تدعيو معايا يعطيني الله الصبر ملي نكون غاده ولا ملي مشيت تما، صبر بزاف حيت نتوما شحال من حاجه شاركتها معكم وولفتوها عليا. تنقول لكم انا غاده عند الوالده، انا جايه من عند الوالده، خويا جاي عندي، اختي جايه عندي، مولفه ديك اللمه، مولفه العائله، مولفه الجيران. انا واحد الانسانه اللي اجتماعيه بزاف، غتجيني صعيبه، تجي صعيبه انا نبعد في واحد المدينه اللي هي بعيده بحال الداخله، جاتني بعيده بزاف، ما نشوفش الوالده ديالي لمده غير 4 ايام ولا 5 ايام ولا سيمانه، كان ولادي تيقرا كل ويكاند خصني نمشي نشوف الوالده ديالي، حيت الوالده ديالي لا ما شفتهاش بحال شي حاجه ما كايناش، يعني خصني نشوفها ونجلس معاها وتنجمع داكشي كاع اللي عندي زوين ولا خايب، تمشي نعاودو ليها ونجلس انا وياها. جاني صعيب بزاف 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 ماشي شويه، ولكن كيف ما قلت لكم ملي تتحكم الظروف تنقولوا الحمد لله، اي حاجه جات من عند الله ولا تكتبات علينا الحمد لله والشكر لله، غير هو ان تفارقي مع الناس اللي عزاز عليك تجي شويه صعيبه، ماشي فرق فرق، ولكن الحمد لله الانسان غيمشي وغيبقى يجي، ولكن صعيبه صعيبه بزاف. كيف ما قلت لكم في الاول هاد البلاصه هادي عزيزه عليا، نحاول نخليها هنا ونمشي نشارك معكم حياه واحده اخرى، غتشوفوا كوزينه واحده اخرى وحياه مختلفه. تنتمنى تكون كل حياه زوينه، كل فرح، كل سعاده، كلها تكون فيها حويجات اللي حويجات اللي يقدروا يكونوا احسن من هنا، هنا اللي هي احسن من هنا، وهادشي اللي تنتمنى. انا عندي واحد التفاؤل وعندي امل كبير، حيت لما درتش بحال هكا خصني لابد مني انني نتفائل وتكون عندي واحد القوه وواحد العزيمه باش انني نمشي لواحد البلاصه، وخصني ضروري لابد نعيش على ود وليداتي على ود راجلي، خصني نوقف على رجليا كيف ما متعودين عليا، وخا انني تنطيح وترجع نوقف هذه لابد، وخصني والله ما قدرت مازال نكمل معاكم، حيت من غنكون ملي غنشد الطريق غادي كيف ما قلت لكم ونخلي شحال من حاجه زوينه بزاف 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 بزاف. جاتني شويه صعيبه صعيبه صعيبه، ما قديتش عليها نكذب عليكم، هنا حسيت براسي انا وقفت، يعني ما وقفت يعني ما قدرتش نصبر، يعني حاجه الحوايج اللي ما خلاونيش نصبر وهي العائله، يعني الوالدين والخوت والناس اللي عزازين عليا، تنقول الناس اللي عزازين عليا، الناس اللي ما شفتهمش ملي بغيت ملي غنمشي مسافرين وما كاينينش هنا،
مع تعرفوا نتوما دابا الدراري جالسين المدرسه كلشي الاغلبيه الناس مسافر تنقول لهم هنا لا سواء في الجيران لا صحاباتي لا كلشي تنقول لهم انا راه تنبغيكم وانتم تتعرفوا عليا انا ما تنكره حتى واحد ما تنبغي الشر حتى لواحد ديما تنبغي كلشي ديما ترد نبغي حاجات زوينين للناس كاملين الحمد لله والناس اللي جاوا سلموا عليا عرفوني غنمشي وجاوا عندي تنقول لهم شكرا لكم بزاف هذوك الكلمات الزوينين اللي تقالوا في حقي انني حفزوني وخلاوني نصبر على شحال من حاجه الناس اللي عنقوني وبكاو بزاف تنقول لهم شكرا لكم بزاف الناس اللي كانوا واقفين معايا ملي ما كانش راجلي هنايا كنت غير بوحدي حمري انا تصورت انني نجلس في الدار بوحدي مع وليداتي وداك الشيء ولكن كاينين الناس كانوا واقفين معايا الحمد لله منهم الاخ ديالي اللي سمح في كل شيء وجا جلس معايا باش يرد لي البال ليا ولولادي ويقب ومهم يكون راجل ديال الدار معانا هنا تنقول لك شكرا لك بزاف ولهنا يخطيك وغيخلي واحد البلاصه ديالو اللي هي كبيره بزاف ولفت 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 تنتشافوا الصباح نتشافوا في عشيه نقصوا نهضروا كل شيء ولفت بزاف ما قدرت تسمحوا لي ولكن كما قلت لكم حاولت انني ما نخليش هذا الفيديو ان فيه البكاء ولا هذا ولكن اختكم في هذه الظروف هذه اللي انا فيها دابا بكايه نكذب عليكم بكايه اللي جا عندي شي واحد وجلس عندي غير 4 ايام ولا 5 ايام اللي تيبغي يمشي تنبقى مبكيه انا لولادي ما تنسخاوش تنولفوا دغيا وكيف والناس كاملين دابا اللي غايشوفوا انت عارفوني وتشوفوا هذا الفيديو هذا غيعرفوني عارفني اجتماعيه عارفني تتعجبني قلتكم شعبيه عجبني الضحك عجبني الجماعه نحط الصينيه ونضحك مع خوتي والوالده ديالي الجيران المهم اللي جا عندي تنقول مرحبا والف مرحبا والمهم عز عليا بزاف اللمه تنتخيل انني اللي هي بوحدي في الاول تتكون انك بوحدك تجي شويه صعيبه 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 كيف ما قلت شكرا بزاف الناس اللي كانوا تيسولوا فيا ولو غير بابيل لا حتى شي حاجه ولادك كانوا مرض كنتي انت مريضه واخا يكون الليل واخا هذا انت ما عندكش الطوموبيل ولاد او راجلك ما كاينش هنا اي حاجه مرحبا والف مرحبا نقول لهم شكرا ماشي ما تنهضرش على الماده ما تنهضرش شي واحد اللي غيوقف معاك بالماده ولا هذا تنهضر الناس اللي واقفين معاك كيف ما قلت لكم غير لابيل غير كلمه زوينه ويسولوا فيك يجي يطلع عليك خويا اللي كان تيدي بلاصه معايا فيما بغيت نمشي تيديني بالطوموبيل ديالو هذا تمشي هنا نديك هنا نمشي لعند الوالده نخرج ولادي شكرا للناس كيف ما قلت لكم الناس اللي كانوا تيسولوا فيا شكرا خويا اللي في القنيطره وتنقول ليه ما سخيتش بكم وتنقول ليه الله يشافيك والله يكون في تنقول الله يعاونك والله يوفقك يا ربي وانا عارفه خليت واحد الفارق كبير بالنسبه ليهم كل واحد جات صعيبه بزاف هادشي اللي كاين خويا عندي المهم جوج خوتي باقين صغار عزاره تنقول لهم راه نتوما ولادي ماشي خوتي ديما تنحسبكم بحالكم بحال ولادي تاخذوا من عندي النصائح ترتاح معاهم تنخرجوا تنقول لهم ان شاء الله الايام الجايه ان شاء الله وغنخرجوا وغنتلاقاو ماشي صعيبه واخا غندوز واحد الوقت اللي هو صعيب بلا بيهم ولكن ومن هادشي كامل تنقول لكم يا ربي دعوا معايا ودعوا مع الوالده ديالي تقد على الفراق ديالي انني غنمشي ونخليها حيت متعلقه بيا بزاف 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 ماشي شويه ودابا جالسه عندي باش نشبعوا بعضياتنا ولكن دغيا الوقت يدوز دغيا 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 ما سافرنا حتى البلاصه ما مشيت حتى البلاصه باش نجلس مع الوالده ديالي والخو ديالي واختي ولكن تجلسي تتعياي بحال اللي ما عمرك ما جلستي بقى يجيها الفرق الصعيب ديالي واش نقول لكم راه تقريبا ملي فات العيد وانا راه تختكم تتبكي تنتفكر شي حويجه هنا كنت جالسه مع الوالده هنا كنت جالسه مع اختي هنا كنا هنا هنا كنا هنا ولكن معليش يا ربي الايام اللي جايه تكون زوينه والحمد لله الايام اللي دازت زوينه كلها فرح كلها الحمد لله وشكر لله ولكن تتمنى الحياه الجديده اللي انني غنمشي ليها تكون احلى وتكون زوينه ونولف دغيا هادشي اللي تنتمنى نتمنى هاد الفيديو حتى ملي غنبغي نمشي غنشارك معكم انني غنكون غاده
حيت ولات نشارك معكم كلشي، والراي ديالكم تيهمني بزاف، وملي تنهضر معكم تنخوي عليكم قلبي بحال هذا النهار ديال اليوم. هذا الفيديو شحال من مره وانا تنتردد انني نديرو، ولكن لابد انني نشارك معكم شحال من حوايج، وتعرفوني في الغداء وتعرفوا البلاصه، خليت هذه البلاصه وغنمشي نشارك معكم بلاصه واحده اخرى. هذا الشيء اللي كاين. تنتمنى هذا الفيديو هذا نال الاعجاب ديالكم، واخا فيه كيما قلت لكم حويجات سلبيين، ولكن معليش حنا بعض المرات تنكونوا في نقطه ضعف، ماشي ديما تنكونوا قويين، ماشي ديما تيكون داكشي اللي عندنا تيعجبنا، ديما تنعيشوا واحد اللحظات اللي هي تتكون صعيبه علينا وماشي باختيارنا، ماشي بيدينا. داكشي علاش نقول الناس اللي بحالي غادي بلاصه من مدينه لمدينه، لابد الحياه تستمر، لابد اننا نعيشوا ما نوقفوش، نزيدوا القدام. تيكونوا الدموع، تتكون طحتي واحد النهار، ولكن خصك توقف مازال، توقف وتزيد القدام، حيت الحياة تستمر، فيما حطات في الحياة لازم تعيش، ما يمكنش توقف، ما يمكنش تتراجع، حيت غدر راسك ودور الناس اللي دايرين بيك، لابد، كيف ما قلت لكم، الحياة الجديدة غنخليها إن شاء الله جنة مع ولادي وراجلي، وغنقول الله يصبرني على الناس اللي تنبغي، على الناس اللي تنبغي، تنبغيهم بزاف كاع، وتنقول لهم بوسة كبيرة الناس اللي مسلمتش عليهم. بوسه كبيره الناس اللي بعاد عليا، كيف ما قلت لكم بعاد عليا سافر وداك الشيء وما شفتهمش، خويا اللي بعيد عليا وما شفتوش، شفتو قبل العيد ولكن ما بقاش ليا الوقت وما مشيناش عنده، تنقول ليه بسلامه والله الا لقينا في شي ساعه اللي تكون زوينه بزاف، وانتم تنقول لكم يلاه معايا ان شاء الله الحياه الجديده وتعيشوها معايا، وتكون يا ربي كيف ما قلت لكم كيف ما تكون، تنتمنها لي انا سعاده وخير، تنتمنها للجميع، ديما تنبغي الخير للجميع ويكون كلشي مهني، ويا ربي الصحه الناس اللي مرضين يا ربي. تنقول لكم هذا الفيديو تنتمنى اين الاعجاب ديالكم، وتكونوا كيف ما قلت لكم كاع يكون واحد يتفرج فيا والاخرين دايرين معايا يقولوا يا ربي ويدعوا معايا كيف ما قلت لكم. تنقول لبنت خالتي اللي كانت جايه من فرنسا وعيطات ليا بلي ملي غتجي غنتلاقاو، هادشي ما غنتلاقاوش انا وياها، كنتقول الله يجيبك على خير ودوزي داك الوقيت اللي جاي دوزي في المغرب يكون زوين بزاف، وانا راه تنبغيها بزاف، وبقى فيا الحال انني ما غنشوفهاش، ولكن مره اخرى ان شاء الله، واللي بغى يجي عندي مرحبا والف مرحبا، ماشي غير العائله، كلشي اللي بغى يجي للداخل ويجي عند جميله والاحلام جميله مرحبا به، وبابي مفتوح للجميع كيف ما ديما. اللي جا بحال اللي جا عند اختو، هادشي اللي كاين. تنقول لكم السلام عليكم الى اللقاء، وغيكون ماشي تنقول اخر فيديو، لا ماشي اخر فيديو، من الحياه ما توقفاتش هنا، غيكون دابا انني تنصور واحد الفيديو اللي ما غتشوفوش مازال الكوزينه ديالي، وما غتشوفونيش هنا، غتشوفوني ليه. السلام عليكم.